مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطان المغرب ليس طرفا بأي شكل من الأشكال في النزاع بأوكرانيا. وجدد بوريطا خلال ندوة صحفية مشتركة عقب مباحثاته مستهل هذا الأسبوع مع وزير الشؤون الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا الذي قام بزيارة عمل إلى المغرب، جدد التأكيد على الموقف الثابت للمغرب بشأن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. من جانبها أعربت أوكرانيا عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كأساس جدي وذي مصداقية من أجل تسوية ناجحة لقضية الصحراء. للمزيد عن هذه الزيارة ومحددات الموقف المغربي من الأزمة الروسية الأوكرانية ينضم إلينا الأستاذ إدريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وينضم إلينا أيضا الأستاذ عادل فرج، مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية من الجديدة. ضيفي الكريمين، أهلا بكما. أستاذ عادل فرج، نتحدث عن هذه الزيارة التي هي في الواقع زيارة نوعية لنقل في مسار العلاقات الأوكرانية المغربية، وكانت مناسبة أيضا للتذكير بمحددات الموقف المغربي من الحرب في أوكرانيا. على ماذا يتأسس هذا الموقف المغربي؟ كما أشرت إلى ذلك البرامج السابقة أن المغرب تحركته على المستوى السياسي دوليا تنبني على عقيدة دبلوماسية واضحة. فيما يتعلق الآن بالتقارب الأوكراني المغربي، يجب أن نقرأه من خلال مستويين، هناك المستوى السياسي وهناك المستوى الاقتصادي. فيما يتعلق بالمستوى السياسي، المغرب واضح في مواقفه السياسية على المستوى الدولي، هناك المغرب يؤكد على احترام الشرعية الدولية، على حل المنازعات بطرق سلمية، على عدم التدخل في شؤون داخلية للدول، على احترام مقررات هيئة الأمم المتحدة. إذن بمعنى الخطاب السياسي في العلاقة الدولية بالنسبة للمغرب يتجانس مع عقيدته الدبلوماسية. في المستوى الثاني، أي ما يتعلق بالمستوى الاقتصادي، المستوى الاقتصادي المغرب له رؤية طموحة اقتصادية، يريد أن يصبح من بين الدول الصاعدة والمتقدمة دوليا. إذن كان من الطبيعي أن ينوع محاور شراكته مع مختلف الفاعلين، من بينها الهند، من بينها الصين، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها روسيا، من بينها الآن أوكرانيا. اعتراف أوكرانيا بالحكم الذاتي هو مكسب سياسي، لكن المغرب أدرك جيدا أن تأكيد وتثمين هذه المكتسبات يتطلب أولا ترسيخ على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي أظن أنه هناك مجموعة من الملفات يمكن مناقشتها مع أوكرانيا، فيما يتعلق مثلا بوضعية الطلبة الذين يدرسون بأوكرانيا، فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فيما يتعلق بالتبادل الدبلوماسي. هناك واحد الخطاب ساري يقول أنه تقارب الأوكراني الروسي من شأنه أن يدور، تقارب المغربي الأوكراني هو نوع يمكن أن يضر بالتقارب المغرب الروسي. لا أظن ذلك. لماذا؟ لأنه على المستوى الاقتصادي المغرب نتج علاقات ثنائية مع روسيا تمكنه من أن يكون محل ثقة على المستوى السياسي. وكذلك لا ننسى أنه اعتراف أوكرانيا، فعلا أوكرانيا الآن في نزاع، يمكن في وقت من الأوقات أن نجد له حلولا سلمية، وبالتالي سيصبح المغرب له مكسبا مزدوجا، أي مكسب روسي ومكسب أوكراني. هذا من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية. كما أشار إلى ذلك السيد وزير الخارجية أن الأزمة الأوكرانية الروسية الآن ترمي بظلالها ليس فقط على دول الاتحاد الأوروبي، لا بل كذلك على المستوى الإقليمي، لديها كذلك تبعات اقتصادية على مستوى الطاقة، على مستوى الأمن الغذائي. أظن أن المغرب واضح سياسيا، واضح اقتصاديا، يحاول تنويع نوعا ما شراكاته الاقتصادية. لماذا؟ لأن الدبلوماسية في الأصل هي دبلوماسية مصالح، لأن الدبلوماسية المغربية تتحرك على أساس مصالح وطنية. فعلا هناك نقطة إشارة أخرى أشار إليها السيد بوريطا، أنه يحاول قدر الإمكان في ظل المبادرات الدولية لمواجهة للحد من انتشار هذه الأزمة وتطورها إلى ما لا يحمد عقباه، أن هناك مجموعة من المبادرات، يمكن أن نذكر مثلا المبادرة الصينية، هناك مبادرة زيلينسكي في مجموعة 22 ديسمبر. إذن المغرب يحاول تقريب وجهة النظر، وأظن أن الزيارة التي قام بها السفير المغربي بروسيا مؤخرا مع بنائب وزير الخارجية تمشي في هذا الإطار.
سياسيا. طيب. هناك التزام بالمواثيق الدولية. اقتصاديا المغرب يحاول نسج علاقات اقتصادية لتأكيد المكتسبات السياسية والاقتصادية معا. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل الفراج. ننتقل إلى مراكش مع الدكتور إدريس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. أستاذ إدريس الجريني أرحب بانضمامك إلينا. هذا الموقف المبدئي للمغرب الذي يتأسس على لنقل نقاط ومحددات مبدئية فيما يتصل بالحرب الدائرة في أوكرانيا، أيضا صلة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إلى أي مدى يؤتي ثماره أيضا فيما يتعلق بهذه الأزمة الروسية الأوكرانية، ولربما يبرز ويبرر حصافته بمرور الوقت؟ فعلا يعني منذ بداية تفجر هذا النزاع، طبعا المغرب أبدى طبعا موقفه الواضح، وهو التأكيد على مبادئ الأمم المتحدة المرتبطة بعدم استخدام القوة أو التهديد بها في تسوية الخلافات، وأيضا تأكيد على أهمية الانصياع إلى الحلول السلمية في هذا الخصوص وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كانت هناك فرصة أو كان هناك يعني محطة المغرب امتنع فيها عن تصويت ضد قرار يدين روسيا في بداية الأمر، وأعتقد بأن الأمر أولا يتعلق بقرار سيادي، ويعكس كذلك رغبة المغرب في عدم توتير الأمور منذ البداية أو ترك مجال للحلول السلمية أو لتوافقات قد تبرز بين الطرفين. ولكن مع مرور الوقت طبعا لاحظنا كيف أن المغرب يعني انضم إلى الدول التي دعت روسيا من داخل الأمم المتحدة إلى التوقف عن عملياتها وإلى انسحاب من الأراضي الأوكرانية، وأعتقد بأن هذه المواقف لا يمكننا أن نستوعبها إلا في ظل التطورات التي شهدتها السياسة الخارجية للمغرب في خلال السنوات الأخيرة. هذه السياسة التي أضحت واضحة وأضحت طبعا يعني براغماتية أيضا، لأنها تأخذ بعين الاعتبار كذلك موقف أو تأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب في أبعادها المتطورة، وأيضا هي مواقف يعني تأخذ بعين الاعتبار كذلك لفهم تبعات وفهم كذلك كل الأمور التي تحيط بهذا النزاع أو بهذا المشكل الدولي الخطير. فلذلك طبعا يمكننا أن نقول على أن يعني الموقف المغربي اليوم هو لا يمكننا أن نعتبره أنه غريب أو نشاز، هو ينسجم إلى حد كبير طبعا مع توابت السياسة الخارجية، وبكل الموقف المغربي كذلك من النزاع في أوكرانيا أعتقد بأنه المغرب إلى حدود الساعة طبعا هناك ربح فيما يتعلق بموقف الواضح من قضية الصحراء المغربية من قبل السلطات الأوكرانية، وهذا أعتقد بأنه يجسد يعني كذلك الرؤية المغربية التي تحدد ملامح سياسته الخارجية التي طبعا إدريس الجريني يبدو أنه نفقد التواصل معك بالصوت بين الفينة والأخرى، أرجو أن نتغلب على هذا الإشكال سريعا. نعود إلى الجديدة مع الأستاذ عادل فرج. أستاذ عادل فرج، ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في الندوة الصحفية المشتركة مع كوليبا قال عبارة في الواقع تلخص أو تكثف الموقف المغربي، قال المغرب ليس طرفا بأي شكل من الأشكال في النزاع بأوكرانيا، ماذا تترجم هذه العبارة؟ أولا لترجمة هذه العبارة يجب أن نفهم السياق الدولي العام. هناك صراع، هناك المستوى الدولي ما بين القوى العظمى، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين الصين، ما بين روسيا. المغرب الآن يحاول أن يقف على نفس المسافة، أي لا يتموقع سواء داخل القطب الروسي أو داخل قطب الولايات المتحدة الأمريكية، أو هناك لنقل هناك ثبات. الأساسي عند المغرب هو الالتزام بميثاق هيئة الأمم المتحدة، التزام بالمواثيق الدولية، حل المنازعات بطرق سلمية. بمعنى آخر أن التقارب حينما يتدخل المغرب لا يحترم
ميثاق هيئة الأمم المتحدة لا يتدخل في شؤون الداخلية للدول. هناك أزمة سياسية، لكن بالمقابل هناك كذلك مصالح ومشاريع اقتصادية استراتيجية. المغرب استطاع أن يقوم بعزل شيئا ما، وفي نفس الوقت ذلك العزل ليس قاطعا بل هو مرن ما بين ملفات سياسية وما بين ملفات اقتصادية. المغرب يقترح نفسه بشكل عقلاني دفاعا عن مصالح اقتصادية بشكل واضح في ظل تواجد أزمة سياسية، يوضح المغرب من خلالها أهمية الاحترام المواثيق الدولية. لا، ليس معنى ذلك أن المغرب حينما يتقارب مع أوكرانيا أو يتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية أو يتقارب مع روسيا فمعناه أنه قد يضر مصالح الفرج. أو مواقع سياسية ذكرت لبعض الأطراف. ذكرت مصطلح مهم جدا في الواقع، هو مسألة المرونة، موقف مرن. إلى أي مدى بمرور الوقت، لأنه أنت تعرف بأنه للمغرب علاقات استراتيجية هامة وكثيفة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وله أيضا علاقات غنية جدا ومهمة جدا مع روسيا، هل بمرور الوقت في هذا النزاع الحرب في أوكرانيا يزداد الموقف أو تدبير الموقف والحفاظ على مرونته يزداد صعوبة، أم أن الإطار المبدئي الذي ارتآه المغرب منذ البداية يحفظ له هذه الإمكانية؟ شو سيد، يجب الإشارة إلى نقطة جوهرية، أن المغرب حينما يتموقع على المستوى الدولي أو في بلورة سياسات استراتيجية هناك محددات أساسية، هناك عقيدة أساسية، هناك عقلانية في تدبيرها. إذن فعلا قد يقول البعض أنه التقارب من نحو روسيا من شأنه أن يبعده شيئا ما على المستوى في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يجب أن نقوم بالتحليل ليس فقط من الزاوية السياسية ولكن كذلك من الزاوية الاقتصادية. فموقع المغرب الاستراتيجي جغرافيا، قربه من الاتحاد الأوروبي، تدخله في بعض الأزمات الاقتصادية التي تعتبر أزمات تتجاوز قدرات الدولة مثل الأمن الغذائي مثل الأمن الطاقي، إذن المغرب يحاول قدر الإمكان أن يوازي مصالح اقتصادية ما بين فاعلين كبيرين، هذه على المستوى الاقتصادي. لا ننسى حينما مثلا سأعطي مثال بالنسبة لروسيا، روسيا لديها مجموعة من المشاريع الاستثمارية بالمغرب. روسيا حينما وقعت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب كانت تشمل جميع ترابه الوطني. هناك كذلك مشاريع استراتيجية لا داعي لذكرها الآن، لماذا؟ لأن هذه المشاريع تلعب دورا محوريا بالنسبة لروسيا. روسيا تحتاج الآن إلى إمكانيات مالية، تبحث عن قدرات استثمارية، جيد رائع. بالنسبة لأوكرانيا، أوكرانيا تلعب دورا أساسيا في مجال الغذاء. إذا حاولنا تحليل هذا الثلاثي ماذا سنجد؟ أن المصنع الأول للمواد الكيماوية فيما يتعلق بمعالجة المواد الغذائية، من منتجها؟ الأمونياك، روسيا. المنتج الأول للحبوب، أوكرانيا. المنتج العالمي في مجال الفوسفات، من؟ المغرب. إذن هناك تكامل اقتصادي، هذا التكامل الاقتصادي يحاول المغرب أن يتعامل به بذكاء، وفي نفس الوقت يحاول أن يخلق تجانسا على المستوى السياسي باحترامه للمواثيق الدولية. نفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح اقتصادية، وكما نعلم في العلاقات الدولية هناك نوع من التكامل أو التجانس ما بين الاقتصادي والسياسي، وبحسب الظرفية وبحسب الأزمة نحلل السياسية أو نعتمد السياسي للوصول إلى اقتصادي. أظن أن المغرب والروس يدركون كذلك هذا الأمر، وحسنا فعل المغرب حينما اليوم سيكون هناك لقاء ما بين سفير المغرب بروسيا بلقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي. إذن المغرب حاول سياسيا التأكيد على احترام المواثيق الدولية وإيجاد حلول في ظل، لأنه حينما نتحدث عن الوساطة أو نتحدث عن التحكيم أو نتحدث عن حل منازعات سلميا هي موجودة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة. نعم، شكرا لك أستاذ عادل فرج. سنتوسع أكثر في هذه النقطة أيضا مع ضيفنا الأستاذ إدريس الجريني، أرجو أنه لا يزال في تواصل معنا أستاذ إدريس الجريني، حينما نتحدث أيضا عن تحديات تدبير موقف دبلوماسي مستقل على نهج الدبلوماسية المغربية بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. هذا الموقف يواجه تحديات باستمرار فيما يتصل أيضا بحرب بشأنها تدور استقطابات دولية واسعة وقوية جدا،
ما صعوبة تدبير هذا الموقف في اللحظة الراهنة باعتبار المعطيات الحالية؟ يرجى إعادة السؤال لأنني لم أسمع إذا سمحت. طيب، سألتك عن مسألة تدبير الموقف الدبلوماسي للمملكة، وهو موقف مستقل وله تأسيس مبدئي في نزاع يدور بشأنه استقطاب دولي واسع بين الشرق وبين الغرب. في اللحظة الراهنة هناك اشتراطات معينة دبلوماسية، هناك ظرفية معينة، باعتبار معطياتها ما صعوبة تدبير هذا الموقف في اللحظة الراهنة والحفاظ على استقلاليته ومبدئيته أيضا؟ مما لا شك فيه أنه في ظل هذه النزاعات الخطيرة التي طبعا تعرف استقطابات وتعرف كذلك توقعات مع الأسف تعمق الخلاف وتقطع الطريق أمام يعني تسويتها بصورة سلمية، أعتقد بأن مثل هذه المواقف مواقف يعني مرنة ومواقف أيضا هادئة من اللازم أن تكون حاضرة، وأعتقد بأن هذا ليس جديدا في السياسة الخارجية المغربية. لاحظنا ذلك إبان الأزمة التي عصفت بالعلاقات بين مجموعة من الدول الخليجية قبل عدة سنوات، واليوم كما قلت لاحظنا، لأن ربما في التدخل الأول كان هناك انقطاع، قلت بأنه إذا لاحظنا أو إذا حاولنا أن نستعيد يعني تطور الموقف المغربي إزاء الأزمة الأوكرانية، نلاحظ طبعا في بداية الأمر كان هناك تأكيد على مبادئ الأمم المتحدة، ثم المغرب امتنع في بداية أو لم يصوت يعني في عندما كان هناك قرار أو الإعداد لقرار يدين روسيا، وفيما بعد طبعا عندما لاحظ المغرب على أن هناك طبعا تطورات سيئة للأمر، وبأن هناك بأن اللحظة تقتضي إرساء موقف من هذا في هذا الخصوص، يعني المغرب كذلك انضم إلى الدول التي طالبت روسيا بالتوقف عن عملياتها داخل الأراضي الأوكرانية. وأعتقد بأن هذا الموقف كما قلت في السابق هو ينسجم إلى حد كبير مع المحددات التي تؤطر السياسة الخارجية المغربية المبنية على الوضوح والمبنية كذلك على السعي والمساهمة في تحقيق السلم الأمن الدولي. أستاذ دريس الجريني، ما دمت ذكرت مسألة الوضوح، في الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية الأوكراني ناصر بوريطة قال أنه للمغرب علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وروسيا، قالها بالواضح، وأنه يدفع في اتجاه حل سلمي. تحدث على أنه كثرة المبادرات، مبادرات السلام، هي لربما من شأنها أن تزيد من صعوبة التوصل إلى حل. ما مغزى هذا الموقف بحضور وزير الخارجية الأوكراني وبالوضوح؟ أعتقد بأن هذا مرة أخرى يؤكد بأن الأمر لا يتعلق برد فعل، بردة فعل، يعني موقف المغرب لا يتعلق بردة فعل متسرعة، على اعتبار أنه لأنه كلنا يعرف بأن المرحلة الدولية هي مرحلة مفصلية، وهناك تموقعات وهناك تطورات مرتبطة بالسعي لإرساء دعائم نظام دولي جديد، وهناك طبعا يعني نوع من الاستقطاب الحاد بين مجموعة من الدول، ولعل وجود مواقف يعني بهذا الوضوح أو وجود مواقف يعني تحاول أن تترك هامشا للتحرك الدبلوماسي أو تضع نوعا من الثقة بين الأطراف أو فيما يتعلق بالتعامل مع كل الأطراف، هذا أمر مهم جدا في هذه المرحلة، خصوصا وأن هذه هي السياسة. ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول على أن يعني سعي المغرب إلى طبعا إلى تمتين علاقته مع أوكرانيا، طبعا هذه خطوة مهمة جدا، خصوصا وأن المغرب استطاع يعني أن ينتزع يعني موقفا إيجابيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية ومن مشروع الحكم الذاتي، وهذا أمر مهم جدا. ولكن في نفس الوقت أيضا المغرب لم يغير يعني سياسته بصورة يعني أن هذه السياسة لا زالت كما قلت تتحرك وفق ثوابتها، وما زالت تتحرك وفق مبادئ أو الضوابط الأممية لتسوية المنازع. شكرا، شكرا لك أستاذ دريس الجريني. ختاما أستاذ عادل فرج، كيف ينبغي قراءة هذه الزيارة؟ هل ينبغي قراءتها على أساس أنها تغيير جوهري في الموقف المغربي، أم أنها زيارة مثل الزيارات التي تقوم بها مثلا وزارة الخارجية الأوكرانية مثلا إلى عدد من الدول، إلى تركيا وغير تركيا، الدول المؤيدة لأوكرانيا والدول غير المؤيدة لأوكرانيا، أو الدول أيضا المحايدة؟ هل تحتمل أكثر من ذلك في التأويل، وأيضا أهم روسيا وأهمية المغرب بالنسبة لها أيضا؟ ما أريد، ما أود التأكيد عليه،
أنه بالنسبة للمغرب سياسيا يعني حينما أقول الدبلوماسية هناك شقين، هناك شق سياسي وهناك شق اقتصادي. على المستوى السياسي هناك تباتم في الموقف السياسي المغربي، أي احترام المقررات والمواثيق الدولية وميثاق هيئة الأمم المتحدة. وأظن أن مداخلة السيد وزير الخارجية بدأت بمبادئ هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بعدم التدخل، بالوحدة الترابية. إذن هنا سياسيا المغرب ثابت. في نفس الوقت المغرب يؤكد أنه من الأحسن أن يكون هناك مبادرة أحادية عرضها على الجانب الروسي لإيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية. الشق الثاني هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، كما أشرت إلى ذلك سابقا أن المغرب منفتح على جميع الدول من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية من شأنها خدمة المصالح الوطنية. وهنا يجب أن أصدر على ملاحظتين أعتبرهما جوهريتين. حينما الآن هناك من يقوم بتأويل أنه هناك تقارب أو تباعد من أحد القطبين، ما الذي يمكن أن ينقص من خفة هذه الانتقادات؟ أولا يجب أن نعرف ما الذي يخلق هذا التناقض. أولا يجب أن نفهم شيء، أنه الدبلوماسية المغربية يجب أن يكون هناك خطاب موحد دبلوماسيا ما بين جميع مؤسسات الدولة، وكم كان ذلك رائعا حينما كان هناك تنسيق رد جواب المؤسسة التشريعية على ما صدر من البرلمان الأوروبي. إذن للخروج من هذه المتاهات السياسية يجب أولا أن يكون هناك خطاب سياسي موحد سواء ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لكن حينما أشير إلى خطاب سياسي موحد يجب أن نعرف متى بالضبط يكون هناك خطابين، خطاب طيب. للمؤسسة التشريعية وخطاب للسلطة التنفيذية القائمة. فعلا قد يقول البعض أن مجال الدبلوماسي هو مجال طيب. خاص بالمؤسسة الملكية، لكن هذا لا، الجميع كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة نصر الله وأيده أنه دفاع عن الوحدة الترابية، دفاع عن الحكم الذاتي هو محط انشغال كل شكراً. مواطن مغربي سواء داخل الوطن أو خارج الوطن شكراً. هذه هي الملاحظة الأولى، يجب أن يكون هناك خطاب تجانس، خطاب تناسق ما بين جميع الفاعلين على المؤسسة على المستوى الدولي والوطني. شكرا جزيلا لك الأستاذ عادل فرج، الخبير في العلاقات الدولية، مدير معهد أو مرصد الدراسات الجيوسياسية والجيوستراتيجية من الجديدة. نشكر أيضا ضيفنا من مراكش الأستاذ دريس الجريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش والخبير في تحليل الأزمات. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.